تكلم عن التكنولوجيا او البرامج وعن الهكر في حلقتك، يعني في جمهور كثير كثير. بعد ما انا نوهت في البدايه اول حلقه واعطيت روسيا قلام، قلت بناخذ معك دردشه في هذا الموضوع. ايش سلبياتها وايش ايجابياتها؟ والله يا ابو سالم، بالنسبه للتقنيه او الهكر بشكل عام، في هو نوعين الهكر، ينقسم الى نوعين، اللي هو هكر اخلاقي وهكر اللي هو يسيء للناس دائما، يخترق حساباته غير اخلاقي. الهاكر الاخلاقي اللي هو اللي يسعى دائما انه يساعد المتضررين المبتزين وغيره. لكن انا باخذ كل شيء اهم من هذا كله، يا سلام، اللي هو الابتزاز الالكتروني اللي قاعد يصير الان من اشخاص يقال انهم هاكر، هم مو هاكر. يعني تصير مجموعات برا المملكه تستهدف كبار السن في المملكه، يحاولون يغوونهم اكثر من اشياء، الين ما يوصل البعض مثلا الصور ولا الفيديوهات اللي عنده، بعدين يبدا يبتزه. هنا الشخص المبتز كبير السن يتورط، ما يدري شو يسوي، لانه يكون مثلا جاهل في التقنيه، ما يعرف شو يسوي. ولكن تطبيق كلنا امن يوفر خاصيه خاصه في الابتزاز الالكتروني، انك تقدر تدخل وتقدم شكوى انه في شخص قاعد يبتزك، ويتعاونون معك بكل يسر وسهوله، بدون ما حتى بعض الناس يقول ممكن اني انفضح، لانه يهدد انه مثلا بنزل الفيديو حقك في اليوتيوب بتويتر، وكبير السن يخاف، فممكن يتفعل على طول بس عشان يفك شره، ولكن ما يدري انه اذا دفع راح يستمر يستنزفه. لكن لو توجه التطبيق كلنا امن ورفع شكوى في قسم الابتزاز الالكتروني، مباشره الجهات المختصه تتفاعل معه ويوقفون عمليه الابتزاز مباشره. يا سلام، يعطيك العافيه. والله طيب انا بزيد على اخوي الغالي بسام في معلومه. انا اضطر من المتضررين، لكن ما انا متضرر بالطريقه هذه، ما حدا بتزن اسلم، يعني كلمني تليفون اللي هو نفس 800 اللي هو رقم مؤسسه النقد. ايه صحيح. وكلموني قال لك معك مؤسسه النقد، عندك معامله وعندك كذا كذا كذا، ونبغاك تعطينا. اعطيتهم البيانات، متاكد ان هذا الرقم، طلع ان الرقم هذا مهكر. يعني صح، يعني اقدر اتصل عليك برقم الرجال ذا، اقدر احرف الارقام دي. اي صح تقدر. شوف ابو سالم، التقنيه ما لها حدود، تقدر تسوي اشياء ممكن انا لو اسولفها الناس ما تصدقني فيها. يعني مثلا تقدر تدخل على الكاميرات، تقدر تدخل على الجوالات، تقدر تدخل على الكمبيوترات، تقدر تسوي اشياء ما هي معقوله والناس ما تتوقع انها صحيحه. طيب. لكن هي فعلا موجوده. بالنسبه لموضوع الارقام، هذا يحصل انه شخص يتصل عليك من برا السعوديه برقم سعودي. اي انا صراحه. وينتحل شخصيه بنك، ينتحل شخصيه مؤسسه، جهه، هذه وارده. عشان كذا احنا دائما نقول للناس، دائما خليك مستخدم ذكي، يعني بالانترنت بشكل عام، بالكمبيوتر، بالجوال، اي مكان خليك ذكي. طيب دام قررت المعلومات البنكيه، هذا كثير ناس يجيهم اتصالات، نبغى نجدد صرافتك، نبغى نسوي لك، ايش نصيحتك لهذول؟ اي هذه في برضو، هذه تنقسم قسمين يا ابو سالم. الان صار في مجموعه تتصل عليك تقول لك نجدد بياناتك البنكيه، وهذه شبه انكشفوا. لكن ايضا نقول لهم، لا اي واحد يتصل عليك يطلب منك معلوماتك البنكيه لا تعطيه، لان البنك يقول لك، حتى الموظف لو قال لك انا موظف بنك لا تعطيه. هذا اولا. القسم الثاني صار يرسل لك الحين رابط يا ابو سالم، الرابط هذا نفس بنك مثلا اكس، نفس الصفحه تشوفه تقول والله هذا البنك، تدخل وتسجل بياناتك. يوم تسجل بياناتك، بيانات البنك تروح للرجال اللي هو صاحب الصفحه، صفحه مزوره، يدخل البنك يجيك كود. الصفحه اللي انت داخلها الحين تنتقل لصفحه ثانيه اللي هي صفحه الكود. انت تدخل وتحط الكود، الكود يجي لمين؟ لصاحب الصفحه الشرير، على ياخذه ويحطه ويدخل على البنك حقك ويحول كل الفلوس. ما هم عين الاهرس. لكن انه نحذر انه لا تعطي معلوماتك لاي شخص بالتواصل الاجتماعي. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك ابو سعد، الحديث معك ذو شجون. الله يعطيك العافيه ابو سعد. طبعا ضيفنا عبد الله ابو فهد، اللي ما تعرفون عنه واكثر الجمهور ترى شاعر محاوره، ولا نسألك عن محاورتك مع مسعود. أنا سمعت محاورتك مع مسعود على بيت بيتين، نبغى من الأسماء اللي أنت تحاورت معهم وجلست معهم. محاورة يا طويل العمر، أول محاورة كنت ألعب على مستوى المحافظة الخارج شعراء، إلين وصلت إلى أني لعبت مع الشاعر سعود الزعبي الله يمسيه بالخير، والشاعر صقر سليم ونعم فيهم جميعا يستاهلون، وفلاح المورقي، واخر محاورات قبل رمضان تقريبا لعبت مع محمد بن شديد قحطان ونعم فيهم جميعا يستاهلون. حافظين شيء بسمعنا شيء؟ لا والله ماني بحافظين شيء. طيب في شله انت مجهزها لنا ابو فهد، يا ليت الكنترول جهزها. اي واحده من عندك؟ اي واحده منهم تبغى؟ كلها. هنا انت حاطه عندهم بعنوان
في واحد بيجي عليها ظاهره تخشع كان الشباب استنشق منو انا مقرزين الصخابر ولا كان مقرزين مقرزين ايه تخشع نبكي يلا بد يلا ما يعرف تخشع على انت يا عبد الله تخشع تنكاس والنوم اوكي لا لا تمام اضبط يلا نسمعها كنترول لا انت ماشي وظنينا طب السماعة